أحد أراد أن يبيع سكنا نعم والمشتري اقترض من البنك رباوي نعم والبنك هو متخوف من هذا البيع، ما هو حق الشرع في هذه المسألة؟ جميل جميل بارك جدا، الله فيك. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وشكرا لكم لتفاعلكم وتواصلكم معنا شيخنا. ما الحكم في ذلك؟ أي نعم، هو يقول حسب ما فهمت أن هناك أن شخصا عنده عمارة، عنده سيارة، عنده بضاعة، عنده أصل من الأصول، يريد أن يبيع، ويريد أحد البنوك الربوية أن يشتري هذه البضاعة وهذا العقار أو هذه السيارة أو شيء. في هذه المسألة حقيقة هناك يعني خلاف بسيط بين العلماء، فحيث جمهورهم تقريبا في هذه المسألة بالذات أو غالبهم ذهبوا إلى جواز هذا البيع، باعتبار أن البيع تنتقل ملكية المبيع إلى الشخص، وبالتالي تنتهي مسؤوليته عند هذا الحد. ومنهم من قال بأنه إذا علم بأنه يستعمل يعني في بنك ربوي أو في شيء محرم فيكون آثما، وإن كان العقد ربما في بعض عندهم صحيح أو غير صحيح. هناك خلاف في هذه المسألة باختصار شديد، يعني إذا كان الشخص لم يجد من يشتري منه بنفس المبلغ لا مانع شرعا في نظري أن يبيع، لأن البيع كما قلنا تنتقل به الملكية. أما إجارة فلا يجوز للإنسان أن يؤجر عقاره أو سيارته لعمل محرم، لا يجوز للإنسان أن يؤجر يعني عقاره أو عمارته أو بيته أو كل ما يملكه لبنك يستعمله في إدارة القروض الربوية. والفتوى هنا تنسحب، يعني سواء كانت من البنك مباشرة أو على المشتري إذا أخذ واقترض من البنك واشترى هذا العقار أو السكن، نفس الشيء، نعم.